تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، فعالية ثقافية وجلسة نقاشية عن واقع اللغة العربية في المدارس والجامعات على مستوى البلاد. الفعالية نظمها النادي الأدبي الثقافي لطلاب جامعة حضرموت بمدينة المكلا. طبعا لا شك من خلال الفعالية ظهرت هناك كثير من الأنشطة الجميلة جدا، سواء كان على مستوى الخط المتنوع، الخط العربي الذي أصبح اليوم كل المخرجات الجامعات تئن من فنية ومهارة الخط. ما لم تجد في أعداد الطلاب من المهاريين الذين يكتبون الخط بفنية وحرفنة. أركان عدة تزخر بها هذه الفعالية، في النصوص الأدبية والقصص والخواطر وخط الرقعة والنسخ والديوان، إضافة لأركان متخصصة في الاستشارات اللغوية والكتب. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخ حضورها لدى جيل الشباب. والله أنا جيت اليوم الصباح تفاجأت أنه في معرض اليوم اللغة العربية، لأن يعني اللغة العربية أحس ما فيها قل الاهتمام اللي صار هذه الفترة، وأن الشباب ما شاء الله تبارك الله عليهم يعني يعطوك تشويق وحماس أنك تدخل مرة ثانية تعرف عن اللغة العربية. في كم طالب هنا يعني سوى خطوط. المعرض كان بمناسبة اللغة العربية لإحياء اللغة العربية الفصحى، كان في أكثر من ركن زي ركن الخط وركن برضو الكتب واللوحات برضو الفنية من إبداعات الطلبة والطالبات. الهدف من إقامة هذه الفعالية، أول هدف هو التوعية من خلال الندوة التي يقومون بها. ثاني هدف هو إرسال رسالة إلى المجتمع بأهمية اللغة العربية من خلال الندوة، وأيضا من خلال المعرض الذي أقيم يرسل رسالة يوحي بجمال اللغة العربية، تعدد ثقافاتها، تعدد مداخل هذه اللغة، الخط، الشعر، البلاغة، الفصاحة إلى آخره. وفضلا عن مساهمتها في إنتاج العلوم والمعارف، أسهمت لغة الضاد في إثراء التنوع الثقافي وتكوين الحضارة الإنسانية، ما يحتم على الجهات المعنية ضرورة الاهتمام بها ومعالجة أسباب الضعف الذي تمر به خصوصا في المدارس والجامعات. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.